فيك يا حمد؟ مدري أنا تعبان. حالتك مرة مرتفعة، لا تخاف، أبنزل الحين وأقول عمي يجيب الدكتور. إيه؟ وش دكتور وش خرابيطه؟ أنا ترى ماني فاضي لك، أنت أخوك. هو عنده شوية حرارة، عطوا كمادات وينتهي الموضوع. لا تخاف يا حمد، إن شاء الله تصير كويس. الحمد لله، حالته خفت أنا. لا تزعل يا سالم، هو أكيد خايف على حمد، بس هو عارف إنه بيطيب من غير دكتور. أنا ماني زعلان على عمي يا فارس، أنا كنت أبغى أطلب منه شيء، بس خفت منه. وش الطلب يا سالم؟ الدراسة بدت، وأنا وحمد للحين ما دفعنا مصاريف المدرسة. وما أدري إذا أبوي أرسل فلوس لعمي ولا لا. لا يا سالم، أبوك ما أرسل لي فلوس من يوم ما سافر خلاكم تبدي إلى الآن، ما ندري أصلا وينه هو الآن. طيب يا عمي، أنا وحامد محتاجين فلوس للمدرسة عشان هم طلبوها منا. طلبوها منك؟ ظنك ناسي اتفاقي مع أبوك. أنا قال لأبوك المصاريف المدارس عليك أنت. أنا يلا غطي فلوس ولدي فارس، تجي أنت وأخوك تكملونها علي؟ لا والله. وبقولك شيء ثاني، أنا قال لأبوك من الأول المدرسة دي خالية عليك، يقول لا. هذا نتيجتها، يلا هنقلع. كيف حالك يا عمي؟ بخير بخير يا ولدي. سم عمي، أبي قال لك قبل لا يسافر إننا لو احتجنا شيء راح نيجي ناخذه من عندك. الله يحييك يا ولدي، وش أقدر أخدمك فيه؟ بالحقيقة أنا وأخوي حمد محتاجين فلوس للمدرسة، وآخر فرصة للدفع الشهر هذا. والله يا ولدي أنت تشوف، أنا دخلت مع أبوك المشروع وخسر المشروع، ولا عندي فلوس. تشرب شيء؟ مشكور. الحق على مدرستك يا ولدي، لا تأخر. ألو، شفت الشاب اللي طلع من عندي هالحين؟ لا عاد أشوفه بالمصنع، لا تدخلوني. تسمع الكلام ولا ما تسمع الكلام؟